يكون الطموح من هذا الحكم الشاب صاحب 30 سنة تشيتشي. الآن هذه خطرة السويد، جول 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 أول، فعلها ذهبي، فعلها المتخصص. الله 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 الله. لابد أن تبزغ شمس الذهبي في النهائي الكبير، لابد أن تبزغ شمس شعاع الشمس في نهائي أغلى الكؤوس. المرة الثالثة يريدونها ثابتة، والكأس الثالثة. الله 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 الله. عملها الإفواري، عملها المجنون، عملها الفنان. السويق ينجح في التقدم بالهدف الأول. تحدثنا وقلنا بأنها اللحظة الحاسمة، الربع ساعة اللي ربما تكون الأجمل. تشيتشي يأكدها ويتقدم بالهدف الأول. شوفوا معي تمريرة، الانطلاق والتوغل، وعلى طول واحدة بيسارة مرت 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 وسكنت شباك الزعيم. الله على الخلوهات عمر الفزاري، قراءات المدربين يا جماعة، وكرة تمر بين الأقدام. رياض سبيت كيف مرت، رياض سبيت كيف تهادت، والسويق من جديد في حكاية جميلة مع الذهب ومع النهائي الكبير. الله 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 الله, الله, الله.